السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنا عايز أرسم خط ويكون في النص مثلا نجمة أو نقطة أو كلمة، فلو جيت هنا مش هتلاقي عندي غير الكونتينيوس. عايز أنا أعمل حاجة جديدة، فأجي هنا في لاين وأبدأ أضيف لاين أهو، وممكن أقول له أنا عايز أكمل بقى اللاين دوت. مثلا كده. طيب عايز بقى اكتب هنا تكست، فاجي هنا هتلاقي عندك هنا تكست مالتي لاين تكست. انا اخترت هنا سنجل لاين، وهاجي هنا واقول له مثلا الارتفاع بقى زي ما انت عايز، مثلا 3 مثلا، الروتيشن 0، وتكتب بقى الكلمة اللي انت عايزها مثلا اف اف. تمام، هاخد ال اف اف ديت بقى، ممكن تكبرها تصغرها حسب احتياجك. انا هحطها هنا في النص. تمام، وممكن نعملها سكيل بوينت 8. طيب دلوقتي بقى اروح بقى الخاصية هنا في الاكسبريس تولز. عندي هنا في التولز هلاقي حاجة اسمها ميك لاين تايب، هيقول لي هنعمل ملف خارجي هنسميه ايه، فقلت له مثلا اف اف. ماشي، فبيقول لي هتسمي اللاين تايب ايه، هسميه اف اف اف. الديسكريبشن ممكن تديله ديسكريبشن او اقول له، فبيقول لي اختار اول نقطة. اخترت مثلا اول نقطة هنا والتاني نقطة هنا، بيقول لي اختار بقى العناصر كلها، فانا اخترت العناصر كلها بالشكل دوت ودوست انتر. كده اتسجلت. طب انا اعمل ايه بعد كده؟ هقول له هوم، هتيجي هنا في اللاين تايب هتلاقي هنا الاف اف اللي بقى موجود. هقول له لاين وهبدا ارسم. كل ما تيجي ترسم هيبدا بقى ايه يرسم معاك بالشكل دوت.